اسعدتم اوقاتا مشاهدينا الكرام مع نشره اخبار الكره الانجليزيه. بدايه نرحب بضيفنا في الاستوديو لهذا المساء علي القرني، مدير قسم الرياضي في قناه سكاي نيوز عربي. اهلا بك علي. اهلا بك واهلا بكم. نبدا نشرتنا من ابرز العناوين. أندية ليفربول ونيوكاسل وتوتنهام تسعى لتأكيد حظوظها الأوروبية عندما تخوض لقاءاتها الليلة. مانشيني يلقي باللوم على نفسه إثر خسارة فريقه مانشستر سيتي على يد أياكس في دوري الأبطال. وبعد سقوط أوروبيا يسعى أرسنال للعودة إلى درب الانتصارات عبر بوابة كيو بي آر في ديربي لندني. أهلا بكم. نبدأ من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث يعزم لاعب وسط توتنهام هوتسبير جيلفي سيغوريتسون على تعويض الخسارة المخيبة للآمال التي مني بها فريقه أمام تشيلسي من خلال تحقيق الفوز في لقاء ماريبور أسلوفين الليلة. ويغيب عن تشكيلة أندري فياش بواش كل من جارث بيل الذي رزق بمولود جديد وإيمانويل أديبايور لألم في الظهر، كما يدعي مدربه البرتغالي بواش الذي سيعتمد في حراسة المرمى الليلة على هيوغو ليوريس عوضا عن براد فريدل، كما يغيب عن اللقاء موسى ديمبلي بداعي الإصابة. هذا ويحل توتنهام ثالثا في المجموعة العاشرة بنقطتين، والتي يتصدرها لاتسيو الإيطالي بأربع نقاط. لا تسير الأمور بهذه الطريقة دوما، هذه حقيقة اللعبة. لقد شاهدنا مان يونايتد يعاني أمام براغا في دوري الأبطال، وكان كلا الفريقان على طرفي نقيض، وجاءت المباراة على ذلك النحو. نحن لا نتوقع مباراة سهلة، هناك شغف باللعبة، وهم ناد جيد للغاية، وقد عملوا بجد في السنوات الأخيرة وحققوا معظم الألقاب في سلوفينيا، لذا لن تكون المباراة سهلة. فيما يلتقي متصدر المجموعة الرابعة نيوكاسل يونايتد بضيفه البلجيكي كلوب بروج وعين الماكبايز على المضي قدما في البطولة الأوروبية، حيث صرح لاعب الفريق شولو أميوبي بأنه لم يفقد الأمل في تجديد مشاركته القارية، وهذه المرة بقميص فريق تاينسايد. وسيشارك شين فيرغسون وشيخ تيوتي كأساسيين، فيما سيتم إراحة القائد فابريسيو كولوتشيني. وفي المجموعة الأولى يسعى ليفربول لاستعادة توازنه عندما يواجه إنجي مخشكلة الروسي في الأنفيلد، وأطلق حارس الريدز براد جونز تحديا بعدم خشيته مواجهة النجم الكاميروني سامويل إيتو عندما يشارك جونز كبديل لبيبيرينا المصاب في الفخذ والذي غاب عن لقاء البريمير ليج الفائت وقد يكون لائقا لديربي الميرسيسايد يوم الأحد القادم أمام إيفرتون. الطريقة التي يلعب بها الفريق رائعة، السيطرة على المباريات والأداء في تصاعد من جديد، وتمكنوا من الحفاظ على نظافة الشباك وصنعوا العديد من الفرص، وهذا هو الشيء المهم، صناعة الفرص. ومن سوء الحظ في الوقت الحالي أن الكرة لا تهز الشباك، نحن بحاجة إلى القليل من الحظ حول المرمى. كان باستطاعتنا تحقيق عدد أكبر من الانتصارات، لكن هذه هي كرة القدم، ولطالما عملنا بجد في التدريبات وواصلنا صنع الفرص، وهذا هو الشيء الرئيسي حينها. علي، ونبدأ من فريق ليفربول يستضيف الليلة إنجي مخشكلة الروسي، ولكنه أيضا يستعد للقاء الميرسيسايد أمام إيفرتون يوم الأحد القادم. هل اعتماد براندن روجرز على تشكيلة غير أساسية ليس بسبب الإصابات، ولكن هل اعتماده على هذا يعكس عدم اهتمامه بالبطولة الأوروبية الدوري الأوروبي؟ وليس اهتمام روان، فقط دائما تكون هناك أولوية بالنسبة للفرق، فإما الارتقاء في ترتيب الدوري مثلا الدوري المحلي أو التركيز على البطولة الأوروبية. بالنسبة لليفربول الكل يعتقد أنه الارتقاء هو الأهم في الدوري الإنجليزي، لكن بغض النظر عن الارتقاء أو البطولة الأوروبية دائما مباراة الديربي مباراة ضد إيفرتون لها طعم خاص، لها نتيجة خاصة، لها ظروف خاصة، فحتى بغض النظر حتى لو كان يشارك في مباراة قوية أوروبيا فيجب أن يحتاط لمباراة الديربي، وهذا هو المأزق الذي يجد فيه نفسه الآن المدرب براندن روجرز. ولكنه اعتمد على تشكيلة غير أساسية في المباراتين السابقتين في اليوروبا ليج. نعم، في اليوروبا ليج. لأنه دائما لأن البداية لو كان فريق ليفربول بدأ بداية قوية للدوري لكان يعتمد كذلك على تشكيلة قوية في اليوروبا ليج، لكن البداية الآن يجب عليه أن يحسن من مركزه في ترتيب الدوري. بالنسبة لنيوكاسل هذا الفريق يبلي بلاء حسنا في هذه البطولة الأوروبية، وبعكس ليفربول هل إشراكه لعناصر أساسية كيف سيكون تأثيرها على مردود اللاعبين في البريمير ليج، ونحن نعلم أنه سيخوض لقائه القادم أمام ويست بروميتش ألبيون؟
هو بالنسبه لتوتنهام بالنسبه لنيوكاسل العكس عكس ليفربول. نعم. نيوكاسل حقق بدايه جيده للموسم، النجاح يولد النجاح. نعم. فحتى نجاحته على البريمير ليج تعكس نجاحته على في اليوروبا ليج. فعندما تجد الطريقه الناجحه فليس هناك ضروره لتغييرها، فهو الطريقه بانه يعتمد على نفس التشكيله هو عكس. نعم. فريق ليفربول. نعم. توتنهام سيواجه ماري بور، هو مطالب باعاده توازنه بعد اخفاقه في ديربي لندن امام تشيلسي بهدفين لاربعه اهداف، ولكن ماري بور يعتبر فريق مغمور، هل هو صيد سهل أو خصم ليس بالصعب أمام توتنهام حتى يحقق مراده؟ هو حتى بالنسبة لي فريق تشيلسي الكل كان يقول بأن فريق الخصم في تشامبيونز ليج كان فريق مغمور، فخسر خسر المباراة. ليس هناك فريق مغمور خاصة في المنافسات الأوروبية لأنه الأساليب تختلف. لا, 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 لا يعرف الكل فريق ماريبور السلوفيني. المشكلة الوحيدة بالنسبة لتوتنهام هو توتنهام يريد تحقيق نتائج إيجابية أوروبيا، لكن الإصابات تمنع من ذلك. إضافة للأسماء التي ذكرتها في الأول، هناك كذلك إيمانويل أديبار سيغيب، باركا سيغيب، كابول سيغيب، كوتو سيغيب، فتقريبا نصف تشكيلة لاعبين أساسية ستغيب عن المباراة. نعم. ننتقل الآن إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث صرح مدرب مانشستر سيتي روبرتو مانشيني بأن فريقه يحتاج لمعجزة من أجل العبور للدور القادم، محملا نفسه مسؤولية الهزيمة أمام أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف لواحد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وذلك لحساب المجموعة الرابعة. فبعد تقدم سمير نصري بهدف للضيوف، جاء رد الفريق أياكس بثلاثية من توقيع دي يونغ وموساندر وإريكسن لينعش الفريق الهولندي أماله في التأهل إلى الدور التالي، رافعا رصيده إلى ثلاث نقاط، فيما تضاءلت حظوظ سيتي لنيل بطاقة العبور باحتلاله المركز الرابع بنقطة يتيمة. وفي ملعب الإمارات، أشار قائد أرسنال توماس فيرمايلن إلى افتقار الفريق للنجاعة الهجومية في الثلث الأخير من الملعب عقب خسارة الجانرز على أرضه أمام الشالكة الألماني بهدفين للا شيء. جاء بإمضاء كلاسيان هونتلار وإبراهيم أفيلايني، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة الأوروبية، ليسجل الجانرز أول خسارة له في البطولة على ملعبه منذ عام 2009، وما زالت فرص أرسنال للتأهل عن المجموعة مفتوحة في ظل احتلاله المركز الثاني بست نقاط خلف المتصدر شالكة بنقطة واحدة. لم نقدم مستوانا المعهود، هذا أمر محبط جدا، لم يكن هذا أداؤنا، افتقدنا للثقة في أنفسنا لسبب ما، إنها بطولة صعبة، وخصمنا كان جيدا بما يكفي، لقد تغلبوا على دورتموند في الدوري الألماني الأسبوع الماضي، لو تعادلنا بدون أهداف لكان هذا أمرا سعيدا لنا. لا يزال أمامنا 9 نقاط في الملعب، ولا يهم من سنواجه حينها، لكن أنا متأكد بأننا سنؤدي بشكل أفضل في المرة المقبلة. علي، خسارة مانشستر سيتي من أياكس بهدف لثلاثة، لماذا يصر مانشيني على استخدام أسلوب اللعب 3-5-2 التي أربكت اللاعبين حسب ما صرح الكثير من المراقبين وحتى اللاعبين أنفسهم مثل ريتشاردز؟ هي تقدم الطريقة أربكت كل شخص ما فيهم أعتقد حتى مانشيني. لأنه لم يعتمد فقط على 3-5-2، ففي بعض الأحيان في المباراة عاد إلى خطة 5 في الدفاع، فهو بيعتمد. مشكل مانشيني هو الدفاع، المشكلة الأولى والأخيرة هي الدفاع، لأنه لا زال يعتمد على دفاع المنطقة. هذا دفاع المنطقة، خطأ واحد صغير ممكن يكفي للخسارة بأربعة أهداف 3 أهداف. الشيء الوحيد الذي أثار الانتباه أمس هو أنه الدفاع طول القامة، ليسكوت كلهم لاعبين طول الدفاع، والذي أحرز لاعب صغير. نعم. صغير القائمة، فهذا خطأ، هذا خطأ الدفاع المنطقة، دفاع المنطقة. نعم. لأن كل واحد يجب أن كل واحد يركز من المدافعين تقريبا لتسعين دقيقة أن يركز. نعم. حمل نفسه مسؤولية الخسارة، ولكن هناك مشكلة بين مانشيني والبطولة نفسها، يعني سجل مانشيني في هذه البطولة بالتحديد دوري أبطال أوروبا مع أندية مختلفة لم يرقى للطموحات لمستوى الطموحات ولم يكن مقنعا. صحيح، هو الآن أعتقد بأن هناك مدربين دائما تكون صعوبة واستحالة تحقيق أي شيء في إحدى البطولات. نعم. إما البطولات المحلية، مثلا رافائيل بينيتيز مع ليفربول كان بارع في البطولات الأوروبية لكنه وجد صعوبة في البطولة في البريمير ليج. نعم. مانشيني العكس. نعم. البطولة البريمير ليج تقريبا أول موسمين فاز باللقب، أوروبيا يجد صعوبة. المشكلة بالنسبة لمانشيني هو دائما يحمل نفسه المسؤولية، تحمل نفسه المسؤولية اليوم الأول اليوم الثاني، يجب أن تجد حلول لهذه. نعم. المسؤولية، لا تلوم نفسك يوما، لان في اخر المطاف هناك خوف على مانشيني، على فريق مانشستر سيتي، حتى لا يحتل المركز الثالث المؤهل لليوروبا ليج. نعم. ان يخرج اوروبيا مره واحده. لكن اذا سالت مشجعي مانشستر سيتي، هل تريدون البريمير ليج
أو تريد البطولة الأوروبية فبطبيعة الحال سيقولون البريمير ليج بكل تأكيد. بالنسبة لأرسنال أيضا وخسارة مفاجئة في ملعبه من الفريق الألماني شالكي بهدفين للا شيء، عادت مشكلة رحيل فان بيرسي للظهور من جديد. الفريق خسر أمام نوريتش بهدف نظيف في البطولة المحلية، خسر أمام شالكي بهدفين. هل بدأ الفريق يدخل في مشكلة الشك مع نفسه، وكيف بإمكانه أيضا أن يخرج من هذا الموضوع؟ صراحة كما قلت المشكل هو مشكل فان بيرسي، لأنه صحيح الفريق عوض بعدد من الأسماء، لكن جيرو كازور لعدد من الأسماء، لكن لم يستقر على مهاجم لحد الآن. نعم. فكل مرة يجرب لاعب كمهاجم كرأس حربة. إضافة لهذا عنده مشكلة الدفاع، ربما أظهر دفاع قوي في البريمير ليج. نعم. لكن أوروبيا ترتكب خطأ تعاقب عليه. نعم. لا 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 ليست هناك سماحة مسماحة مجاملة، ترتكب خطأ تعاقب عليه، ارتكبوا أخطاء دفاعيا عاقبوا عليه. نقول الأندية كبيرة على في تشامبيونز ليج. أنا أخاف الآن بأندية تأثر هزيمة نوريتش وهزيمة شالكة على المباراة القادمة لأرسنال. نعم، نعود الآن إلى الأجواء الأوروبية في البريمير ليج، حيث سيكون أرسنال الذي أخفق أمام نوريتش محليا وشالكة أوروبيا خلال الأسبوع سيكون مطالبا بالرد السريع والعودة بقوة عندما يستضيف في ديربي لندني غريمه QPR في الجولة التاسعة من عمر المسابقة، وذلك إذا ما أراد إثبات نفسه كمنافس حقيقي وأن رهانه على الألقاب هذا الموسم في محله. الزميل عدوان يوافينا بالتفاصيل من لندن. بعد البداية الجيدة لأرسنال هذا الموسم وامتداح الجميع لما قام به أرسن فينجر في سوق الانتقالات الصيفية، عادت النتائج المخيبة للفريق. هزيمة هنا بالأمس أمام شالكة في دوري الأبطال وخسارة من قبلها لنوريتش في البريمير ليج زعزعت ثقة جماهير الجانرز. المواجهة القادمة ستكون أمام كوينز بارك رينجرز، مباراة بالنسبة لحارس مرمى رينجرز جوليو سيزر تتساوى فيها حظوظ الفريقين للفوز بالثلاث نقاط. مباراتنا القادمة أمام أرسنال مهمة، وينبغي علينا أن نسعى للفوز لكي نعزز من أمالنا للبقاء في البريمير ليج. أرسنال نادي عريق ولديهم ملعب رائع وجماهير مميزة. أنا لعبت على ملعب الإمارات من قبل مع منتخب البرازيل، وبكل صراحة ذلك الملعب هو أحد الملاعب الثلاثة المفضلة لي في العالم. أرضية الملعب مثالية هناك وذلك أمر مهم للاعبين. بالنسبة لي لا يوجد لأحد الأفضلية في مباراة السبت، كل فريق لديه 11 لاعبا على أرض الملعب، وما سيصنع الفارق هو ثقة اللاعبين بأنفسهم ومدى رغبتهم بالفوز. كل هذا يبدو كلاما سهلا نظريا، لكن عندما ندخل أرض الملعب أعتقد أن لدينا فرصة 50% لتحقيق الفوز. ربما يصب توقيت وظروف المباراة لمصلحة QPR، وبالتأكيد أن مارك هيوز سيسعى لاستغلال ما يمر به أرسنال لمصلحته ومحاولة الزحف خارج منطقة الخطر. لكن بالنسبة لأرسن فينجر فإن أي نتيجة سوى الفوز ستفتح عليه بابا واسعا من الانتقادات كما حدث بداية الموسم الماضي. علي سنتكلم عن لقاء ديربي بين أرسنال وكيو بي آر. أرسنال مطالب بتعويض إخفاقه سواء محليا أو أوروبيا، وكيو بي آر مطالب بتحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز. هل ممكن أن يتكرر سيناريو الأسبوع الفائت عندما تفوق نوريتش على أرسنال، وهل ممكن أن يفعلها كيو بي آر أيضا على حساب أرسنال في الجولة التاسعة؟ هو اولا كيوبير قادر على تقريبا على هزم اي فريق، لانه نعم. عنده اللاعبين موجودين بالفريق. ولكن لم يفعل حتى اللحظة. لم يفعل حتى الان، ربما تكون هذه الظروف المناسبه. نعم. المواتيه لتحقيق الفوز. نعم. خسر امام نوريتش، خسر امام شالكة في دوري الابطال، فمن الاكيد معنويات فريق ارسنال منحطه للغايه. نعم. الفريق ارسنال من الاكيد سيبحث عن فوز، لكن ستكون هناك النرفزه بين اللاعبين لانه مطالبين بتحقيق الفوز. كيوبير ممكن ان يستغل هذه الفرص، لكن هناك جانب آخر، ممكن أن تنتهي المباراة بكل سهولة بأربعة أهداف خمسة أهداف لصالح فريق أرسنال. نعم. يعني ممكن أن يصب كل غضبه. نعم. على فريق نعم. كيوبير. فالفريقين مطالبين، عندهم الإمكانات اللاعبين، لكن بالنسبة لكيوبير عنده مشكلة مدرب، أرسنال عنده مشكلة نتاع الثقة بعد. نعم. هذه المباراة. ولكن مشكلة أرسنال أيضا تكمن في عدم التهديف، هناك خلل في النجاعة الهجومية. كيف بإمكان أرسنال أو حتى أرسن فينجر أن يعيد الذاكرة التهديفية للفريق؟ هو الحل الأول هو انتظار شهر يناير لتعزيز. نعم. لأنه حتى أنا دائما هذا نفس الحالة مع فريق أرسنال، حتى لما رحل فان بيرسي فابريغاس ورحل سمير نصري، فابريغاس بالأساس لا يمكن تعويض فابريغاس بأرتيتا. فإما لما تبيع لاعب نجم كبير فإما تعوضه بأفضل منه
أو على الأقل نفس المستوى. نعم. بالنسبة لفان بيرسي لم يتعوضنا فان بيرسي بلاعب نفس المستوى. كازور مع كل احترام الكازورلا والجيرو لكنه ليس هو فان بيرسي. نعم. بتجربته في البريمير ليج. فهذا هو المشكلة عنده. أول حاجة يجب تعيين لاعب كرأس حربة دائم. وليس لأنه ليس الآن هو في إطار نعم. التجربة. لازم يكون مهاجم دائم. هل يتمر في سوق الانتقالات الشتوية القادمة؟ ممكن لأنه صراحة بالنسبة للدفاع أعتقد بأنه الدفاع رغم أنه بتدخل أهداف للشباك أرسنال ليست هناك مشكلة في الدفاع. نعم. المشكلة هو في الهجوم بالنسبة نعم. لأرسنال. نعم. نستكمل باقي أخبارنا. كما تشهد الجولة 9 من البريمير ليج لقاء ناري يجمع تشيلسي بمانشستر يونايتد. هذا وأعلن جناح المانيو ناني عن عدم درايته بما ينتظره من مستقبل في مسرح الأحلام مؤكدا أن الله وحده يعلم ما يخبئه القدر. وذلك بعد تصاعد الشكوك مؤخرا حول مستقبل الفتى البرتغالي الذي يبلغ من العمر 25 عاما بوجوده خارج مخططات سير أليكس فيرغسون. حيث شارك ناني كأساسي في 5 مباريات فقط مع الشياطين الحمر هذا الموسم ليرتبط اسمه مع عدد من الأندية من أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي. زميل ناني في مانشستر يونايتد رايان جيجز أعرب عن شغفه في المشاركة مع فريقه في كافة المباريات مؤكدا في الوقت ذاته تفهمه الدور الذي يؤديه مع نادي حاليا. ودفع الجناح الأيسر عن ألوان فريقه في 6 مناسبات هذا الموسم كبديل في معظم تلك المباريات. أعرب مدرب ويغان روبرتو مارتينيز عن عدم دهشته بما يقدمه وستهام من أداء هذا الموسم حيث يحتل الهامرز المركز السابع ب14 نقطة بفارق نقطة عن صاحب المركز الرابع إيفرتون وسيحل في ضيافة لاتيتس في الدي دبليو ستاديوم يوم السبت القادم. علي سؤالنا سيكون حول ناني. صرح بأنه لا يعرف مستقبله مع الشياطين ولكن هذا التصريح نفسه أدلى به كريستيانو رونالدو في موسمه الأخير مع مانشستر يونايتد. هو في فريق مانشستر يونايتد بالضبط تكون هناك اشارات من المدرب أليكس فيرغسون لان أليكس فيرغسون ليس الشخص الذي يخفي او يخبي مشاعره. فكانت هناك تصريحات لأليكس فيرغسون في السابق حتى الطريقه التي يعتمد بها على ناني فهذا يوحي بانه في طريقه للمغادره. وحتى حتى حتى تكتيكيا وحتى على المستوى اللاعب هو فالنسيا اكثر نجاعه من ناني على الجهه اليمنى لان الفريق ثقافه فريق مانشستر يونايتد في اللعب هي التمريرات العرضيه. نعم. لإحراز من فالنسيا أكثر نجاعة مني فأعتقد بأنه إن ليس في يناير فمن الأكيد في نعم. في الصيف. نشكرك جزيل الشكر على الجاني مدير قسم الرياضي في قناة سكاي نيوز عربية. شكرا جزيلا لوجودك. شكرا لك. أما أنتم مشاهدين وختاما فإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. أندية ليفربول ونيوكاسل وتوتنهام تسعى لتأكيد حظوظها الأوروبية عندما تخوض لقاءاتها الليلة. مانشيني يلقي باللوم على نفسه إثر خسارة فريقه مانشستر سيتي على يد أياكس في دوري الأبطال. وبعد سقوط أوروبيا يسعى أرسنال للعودة إلى درب الانتصارات عبر بوابة كيو بي آر في الدرب اللندني. نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء بحول الله.